مالكم البنات، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم اللي نتقاسم معكم البسبوسه اللي المكونات ديالها ساهلين ومتوفر في جميع البيوت ديالنا. مهم بلا ما نطول عليكم في المقدمه، ندوزو ديريكت للمقادير وطريقه التحضير. البسبوسه كنحتاجو الكاس ديال الكوكو، كاس ديال السميده، نص كاس ديال السكر، كل واحد السكر على حسب الذوق. كاين غادي انا ما غاديش ندير نص كاس كامل حيت ما عنديش بزاف مع الحلاوه. غنحتاجو نص كاس ديال الزيت نباتيه، ونحتاجو كاس ديال الزبادي ديال الياغورت اولا ديال اللبن اللي ما عندوش في الدار، اللي ما متوفرش عنده الياغورت يدير اللبن اولا الحليب الا بغيتو تقادي الغرام. كنحتاجو جوج بيضات، بيكينغ باودر، خميره كيميائيه، انا غادي 16 غرام هي اللي عندي. وغنحتاجو السكر فانيي، السكر فانيي هو اللي غنحتاجو حتى هو في هاد الوصفه. بسم الله. شوف طريقه التحضير. في الاناء ديالنا غنهرسو جوج بيضات. بسم الله. كنضيفو المكونات السائله، دابا نضيفو الزيت، نص كاس الزيت كيما سبق لي ذكرت، نضيفو السكر عاد باش نرجع نضيف اللبن. غادي نزيد الكل. غنزيدو عليهم الكاس ديال اللبن اولا الزبادي اولا الحليب اللي متوفر عندكم ديروه. غنزيدو السكر فانيلي، دابا غنزيدو السميدة، غنزيدو دابا الكاس ديال الكوكو، نحصلو على الخليط بهاد القوام، ما خفيف ما ثقيل، حيت ما تنساوش السميده والكوكو ولا كيشربو في الخليط ديالنا. المهم كنكملو، المهم كنفرغو الفارقه في الامور، كنحركوها شويه باش تقاد. انا فاني واجد عندي على نيفو 3 دابا كنحطها. وغنسد فوالا. انا درتها دابا هي كطيب، درتها في لو نيفو 3 على 180 درجه ودات 40 دقيقه. من هنا 40 دقيقه نجي نطلع عليها واش طابت ولا مازال. دابا جيت نحضر معكم السيرو. السيرو غنحتاج جوج معلقات ديال هاد جوج معلقات ديال السكر، كل واحد يدير على حساب هذا على حساب الذوق ديالو. انا باقا عليا السكر، اللي بغى يديرها بالماء يديرها، اللي بغى يديرها بالليمون يديرها. انا غنديرها بعصير برتقاله واحده. هاي البنات ما نقطعوها ونسقيوها. هنا عندي السيرو اللي سبق لي صوفت بجوج معلقات كبار ديال السكر وعصير ليمونه. ودابا غنزوقها بالكوك، ما حد دابا خاص سخونه باش يلصق عليها. فوالا، هذه هي البسبوسه ديالنا. نخليوها حتى تبرد شويه ونقدموها ونقدمها لكم بالصحه والعافيه. نتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر كيف جاتكم حتى نتوما، وكتبوا لي في التعليقات اللي جربتها تقول لي كيفاش طلعت ليها. وصلنا لنهاية الفيديو، هكا كنقدم لكم البسبوسة ديالنا بالصحة والراحة، تاكلوها إن شاء الله بالصحة والعافية.
وطلبوها البنات، وخليو ليا الاراء ديالكم في التعليقات ديالكم اللي ضربات تخليها لي في التعليقات، انا كنلقاكم كاملين وانا كنقدمها لكم هكا تاكلوها في الصحه والهنا والعافيه مع كاس ديال القهوه، ما كاين ما احسن منها ما لذيذة. انا ديجا سبق ليا ما صبرتش، ديجا سبق ليا كليت واحد المغصو باش نعطيكم زعما كان الراي ديالي النهائي كيفاش جاتني. صراحه هايله 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 هايله، بنينه المذاق ديال الليمون وديال الكوكو ديال الفاني، يا سلام. إيه ضربوها ما غاديش ندمو.